بعد الأمطار الغزيرة اللي جيتها مدينة عبشي في ليلة 16 إلى 17 يوليوز ولولاية وداي ابن عمر محمد صالح قام بجولة تفقدية في بعض حارات مدينة عبشي التضررت من الأمطار. المنارفات في حارة متبونو هي من إحدى الحارات التضررت بالفيضانات بسبب كسران هنا البون الألمي إشالة ودابب أكبر خسارات للمواطنين نهارة متاء بنو. الوالي قال البون دا يصلوه في وقت قريب. أنا جينا وهسا أنا نطلب يعني لي ميري ورو يبجي بكان دا بأي وسيلة دا يسد لهم يسد كان بكان دا برامبلي كان برامل كل يسد وفي نفس الوقت دا نطلب من إدارة وبرتنر هاجينا هلا عشان يقوفوا معنا وقفة جادة عشان نلقوا حلل ومواطنين هاجينا ما يعانوا إن شاء الله. ونذكر الضحايا هنا الفيضانات بطلبوا من الحكومة المساعدة.